عن الدايت وسنينه وازاي خسيت 20 كيلو لوحدي، وايه السبب اني بتابع الدكتور وعد اللي بعتبرها النسخة العربية من دكتور بيرج. مين هي دكتورة وعد ومين هو دكتور بيرج؟ هنتكلم عنه في حلقة النهاردة. اللي ما يعرفنيش، انا شيماء وبنزل فيديوهين كل اسبوع، واحد يوم الاثنين على جيرل ستوك ويوم الجمعة عن ترافل واللايف ستايل بتاعي. اول حاجة هتكلم ازاي اخدت القرار ان ابدأ لايف ستايل حياة صحية، وان انا ابدأ او اركز في فقدان الوزن او ان انا اخسر وزن. الحقيقة ان انا كان طول عمري ليا كده يعني فيجر معين كنت انا ثابتة عليه من ساعة ما كنت في الكلية. كان وزني تقريبا على يعني حول 65 كيلو جرام، بيزيد كيلو بينقص كيلو، بس كنت انسانة يعني جدا عشوائية، باكل شوكولاتات وباكل رز كتير وعيش ومكرونة، الاكل المصري التقليدي اللي هو طبق الرز الكبير ملي، رغيفين الصبح رغيفين بالليل، كنت باكل شوكولاتة كتير جدا على مدار اليوم، وقت ما بشتهي باكل شوكولاتة وايس كريم وشيبسي والكلام ده كله. جت فترة بعد ما استقليت بنفسي وقررت ان انا اعيش لوحدي، كنت انا واخدة القرار ان انا ابقى البيست فيرجن اوف مي، احسن نسخة مني، اطلع بقى كل الحاجات اللي انا كان نفسي احققها. كان في جيم جنب بيتي، زي اي حد يعني بيبقى عايز يبتدي حياة صحية ويخس ويفقد وزن بيروح يشترك في اقرب جيم جنبه وبيروح يومين وما بيكملش بقية الشهر، وارجع تاني اشترك وما بكملش واشترك. المهم ان انا الناس اللي كانوا في الجيم دول كانوا اصحابي جدا، وبقينا يعني ما بقوش زي كوتش وريسبشن والكلام ده، لا بقوا اصحابي، بقى جزء من حياتي. كنت لما كنت بروح بقعد اتكلم معاهم بتسلى معاهم، وهم بصراحه كان هيلبفول جدا. وانا كانت الميزه ان هو كان كان جيم 5 ستار في اوتيل 5 ستار، كان يعني هو جيم كان جوه الاوتيل، فاوتيل الهيلتون يعني من الاوتيلات المشهوره، فكان زي هو مش بيج جيم، مش جيم كبير، هو كان فيتنس كلاب فيه الحاجات اللي هي الايه الكارديو على شويه حديد والكلام ده، بس كان كلاسي جدا وكان 5 ستار، يعني حاجات الماشينز كانت نظيفه جدا، مش اللي حاجات اللي هي اي كلام. المهم كنت بروح وبقطع بروح وبقطع، ومره واحده كنت بعمل رساله الماجستير بتاعتي في البايو كيمستري، وكنت وقتها منهمكه بقى في الكتابه والمذاكره والتجارب والكلام ده كله، فما كنتش مركزه خالص في يعني في شكلي العام. فمره بالصدفه كنت ماشيه في المول، وقلت ايه طب خلاص اما اطلع كده، الجيم كان جوه المول، قلت ايه ما اروح اسلم على اصحابي كده الموجودين في الجيم وانا رايحه بالصدفه. فبدخل صاله الفيتنس كلاب، سوري صاله الالعاب الرياضيه اللي هي فيها الماشينز وكده، لقيت ميزان. انتوا طبيعي لما بتشوفوا ميزان بتعملوا ايه؟ بتقفوا عليه. المهم يعني ببص على الميزان لقيته 85، اللي ها. المهم الكوتش ما كانش موجود، فاتصلت ايوه يا كوتش الميزان بتاعكم خربان، انتوا ازاي تبقوا جيم 5 ستار والميزان بتاعكم خربان؟ قال لي ليه؟ هو كل واحد يقف على الميزان يقول لي ان الميزان خربان، انت اللي تخينه. صراحه صدمني. وبعد شويه لقيته جاي لي قال لي تعالي خدي، ايه الفخاد دي؟ ايه الكرش ده؟ ايه الدرعات دي؟ يعني بصراحه اداني شويه والله العظيم يا جماعه من الموقف ده. تاني يوم اشتركت، من ساعتها ما بطلتش رياضه، ما بطلتش اروح الجيم، ما بطلتش ان انا اتابع لايف ستايل صحي. ومن ساعتها بدات رحلتي في الهيلثي لايف ستايل، وقررت ان انا اوصل لفيجر معين. كنت بحلم ان انا اوصل لجسم الساعه الرمليه، وبصراحه بالنسبه لي هو كان صعب جدا جدا. ليه؟ لان انا كوراثه من عيلتي احنا عندنا نسبه الدهون عاليه جدا، حتى لو احنا يعني انا بقول لكم ان انا شخص عادي جدا او ان انا مش تخينه، بس عندنا نسبه الدهون عاليه جدا، فحتى بعد ما خسرت وزن كتير كان لسه برضو عندي نسبه الدهون بتاعتي كانت عاليه. وكان عشان فئه يعني خلاص انت لما بتطلعي ال 30 فوق ال 30 نسبه الحرق عندك بتقل، وبيبقى مش زي اول العشرينات او في نص العشرينات الحرق بيبقى عندك اعلى. فكنت بصراحه التجربه او الطريق للوصول للحياه او للجسم اللي انا بحلم بيه ما كانش سهل، كان صعب جدا. واقول لكم عملت ايه اول باول. بعد كده اخدت قرار ان انا لازم التزم وابدا بحياه بروجرامايز، اصحى الصبح اروح الجيم، اكل اكل صحي، انا اللي بطبخ لنفسي ما باكلش اكل من بره، انا اللي بروح اجيب الانجريدينت بتاعه المطبخ بتاعتي،
بحضر الميلز بتاعتي، بعمل سيرش على اليوتيوب ايه الوجبات الصحية اللي ما تزودش الوزن، ايه الوجبات المفروض اعملها وانا على نظام هيلسي لايف ستايل. ومن ضمنهم وانا بعمل سيرش 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 لقيت قناة دكتور وعد، وطبعا دكتور بيرج من بيتكلموا عن التغذية كتير جدا، بيتكلموا على الاكل الصحي، بيتكلموا على كل المشاكل المتعلقة بزيادة الوزن او يعني او الخسسان الاوفر. فبس هما من اللي بيتكلموا على يعني او مش من اللي هما بيتكلموا عن التغذية بصفة عامة والبايو كيمستري بتاع الجسم كله وازاي ايه اللي بيناسب كل جسم. وبصراحة متابعتي لقناة دكتور وعد ودكتور بيرج اتعلمت حاجات كتير جدا عن الاكل الصحي والحياة الصحية بصفة عامة، وازاي ليه امارس رياضة، ولو عندي نقص فيتامينات او معادن، لو عندي نقص لخبطة في يعني وظائف الدم بتاعتي. فتعلمت منهم جدا، فكانوا هما بالنسبة لي قناة تعليمية لجسمي، ساعدوني كتير جدا ان انا ازاي اضبط وجباتي. ودي كانت بصراحة يعني عامل ان انا اكتشفته مهم جدا، ان قبل ما تروحي الجيم لازم تعرفي تكوني بتاكلي صح، وده اهم بكتير من الجيم. يعني عشان تفقدي وزن 80% اكل او 70، ممكن نقول 70% اكل 30% رياضة او حركة او اكتيفيتي بتعمليها. يمكن دكتور وعد بتوفر مقابلات او سيشنز اونلاين اور 1 تو 1، او ان انت تقدري تروحي لها العياده، بس انا كنت مصممه ان انا ابدا الرحله بمذاكرتي ومجهودي. مش عارفه ليه، يعني انا شايفه ان الاوبشن الاسهل ان انت تعملي يعني تحجزي معاها اونلاين سيشن او تروحي لها في العياده بتاعتها، هتساعدك كتير جدا. بس انا دايما بختار الطريق اللي هو الصعب اللي بعمله لوحدي وببنيه لوحدي، فكنت دايما عندي هدف ان اتابع قناتها واتفرج على كل الفيديوهات بتاعتها، سواء الحاجه اللي تخصني قوي او اللي بتتكلم بالصحه بصفه عامه، كنت برضو يعني بتفرج على كل الفيديوهات بتاعتها لانها فادتني على مستوى الاكل بتاعي. بعرف اعمل اكل كويس، ازاي بنام كويس، ازاي بختار الرياضه المناسبه ليا. يعني بصوا هي نظام كامل متكامل، فانتوا عندكم يعني اوبشنين، فلا اما تختاروا الطريق الصعب بتاعي الطويل، هو كان طريق صعب وطويل ولسه مستمريه فيه ولسه يعني عايزه اوصل للجول بتاعي. الجول بتاعي ممكن ياخد سنين يا جماعه، ولازم ما تيأسوش ولا تستسلموا بسرعه. هي رحله وبتمشي بيها على مدار حياتك، ان انت تبقي في فيجر معين او توصلي للجسم اللي انت بتحلمي بيه، هو مش هيتحقق في سنه او سنتين او ثلاثه، او مثلا حتى لو انت وصلتي له بعد 3 سنين اول ما توصلي له خلاص هتنسيه. لا، دي حاجه زي الشجره كده انت بتسقيها، او زي الورده بتسقيها كل يوم كل يوم عشان تكبر معاكي وتكمل معاكي على النطاق ده. فانت لو جيتي قلتي لا انا خلاص هعمل سنه سنتين لغايه ما اخس وبعد كده شكرا باي باي، لا انت كده يعني ضيعتي كل مجهودك. ودي من الحاجات برضو الحلوه اللي انا اتعلمتها من دكتور وعد، ان هي كانت برضو قالت معلومه حلوه جدا. لو تفتكروا برنامج ذا بيجست لوزر اللي هو الخاسر الاكبر، ده بالانجليزي بس كانوا بيسموه البرنامج الرابح الاكبر، النسخه العربيه منه، الناس اللي هي كانت تخينه جدا فوق ال 100 كيلو بيعملوا كومبيتيشن فريقين، وبيختاروا في الاول بتصفصف مين اللي هو كسب واللي هو خسر اكبر نسبه وزن، ان معظمهم رجعوا زادوا في الوزن التاني لانه كانوا متبعين نظام اللي هو اللو كالوري، كانوا بيقللوا الكالوريز بتاعتهم. دكتوره وعد بتعلمنا نظام تاني جدا جديد جدا، اللي هو مش عايزه اتكلم عن النظام ايه هو بالظبط، لان هي عندها كذا انظمه انتوا تقدروا تختاروا ما بين يعني اي نظام يناسبكم او على حسب حالتكم. انا طبعا مذاكرتي وتحضيري، ولان انا كمان ماجستير كيمياء حيوي، فبالنسبه لي الموضوع كان سهل، يعني جاست ان انا بسمع فيديوهاتها المعلومه بتعلق في ودني. ممكن لو حد ما عندوش خبره بالبايو كيمستري صعب شويه ان هو يلقط كل المعلومات، هيحتاج يشوف الفيديوهات بتاعتها او الفيديو. طبعا انا نزلت 20 كيلو اخدوا مني سنه ونص، ما كانوا سهلين. كنت بروح الجيم كل يوم كل يوم ما عدا يوم الجمعه، كنت يعني بلعب بضمير، يعني زي ما بيقولوا كنت بروح اتفرن ساعة ونص ساعتين، يعني مش الساعتين كومبليت، بس هي كانت يعني لو هنشيل الوقت الراحة والكلام ده، فانا كنت بتمرن من ساعة لساعة ونص
او ساعه وربع حاجه كده ما بين الاثنين، يعني كنت بحرق 500 كالوري 700 كالوري على حسب الساعه، بس برضو الساعه دي مش مقياس صح. فكنت بروح الجيم كل يوم. طبعا لما بتروحي الجيم وبتحسي بالتعب والوجع في جسمك، هتروحي تلاقي ماما عامله محشي ومكرونه بشاميل، هيصعب عليكي التمرينه والمجهود الجبار اللي انت بذلتيه في الجيم. فنحترم نفسنا وناكل الاكل اللي انا او اللي انت بتطبخيه لنفسك، يعني ننسى اكل ماما وبابا كده شويه والجانك فود والاصحاب والكلام ده. لا، عايزه تبداي لايف ستايل حياه صحيه، اعرفي ان انت هتبدايه لوحدك وهتكملي فيه لوحدك، ما تستنيش حد، لان اي حد هيقولك استني انا هبدا معاكي من الاسبوع الجاي ده كذاب، او استني هبدا معاكي من بعد بكره ده كذاب، استني انا عندي خطوبه او ده كذاب. ابداي لوحدك، خدي القرار، جيبي ورقه وقلم، اقعدي مع نفسك فصصي كده انت عايزه ايه. هنتكلم على جزء الهيلثي لايف ستايل، انت عايزه ايه؟ توصلي لفيجر معين، عايزه بس تخسي شويه ويبقى جسمك متظبط وتمام، ولا عايزه تبقي مثلا جسمك ممشوق، جسم الساعه رمليه شكله حلو وفيت وجميل وعندك شويه كده يعني تون. بلاش نتكلم عن مثلا، لان بيقعدوا يقولوا البنت اول ما تروح الجيم هتعمل عضل، يعني بصوا يا جماعه انا فارمه نفسي في الجيم كل يوم والعضل يعني لسه بيطلع من بعد 4-5 سنين لسه هو بيطلع. فما تصدقيش الخرافات دي خالص، ان انت اول ما تروحي الجيم هتعضلي زي الرجاله، لان ده كذب ما بيحصلش. حتى انا معضله بس مش يعني مش هيبان، لما بشد عضلاتي هيبان، بس مش اللي هو العضل، يعني بيبان اللي هو ان انا جسمي منحوت كويس. نرجع بقى لقصه الجيم، ان انا تاني يوم رحت عملت اشتراك. كل يوم كنت بروح الجيم 6 ايام في الاسبوع، يوم واحد بس راحه، وكنت كل من 4-5 اسابيع كده باخد 2-3 يومين راحه، اللي هو عشان فعلا ببقى خلاص يعني جسمي وجعني. الميزه ان انا كنت في الفتره دي انا كنت عايشه لوحدي، فكنت انا اللي قادره اعمل كنترول، وانا من الشخصيات اللي بعرف اعمل كنترول كويس جدا، خاصه لو عايشه لوحدي فكان الكنترول كان ادق واظبط. فكنت يعني بصحى الصبح عادي، انتوا قدامكم كذا اوبشن، لان انا كنت الموضوع الجيم ده كان بيختلف من الصبح لليل. كان في فتره بحب اروح الجيم الصبح اول ما بصحى، بشرب ميه او ليمون، ليمون ساخن سخن، ميه بليمون سخنه يعني، واروح الجيم. جت فتره حسيت ان الطاقه بتاعتي مش مساعداني، مش عايزه اول ما اصحى من النوم اروح الجيم، فكنت بروح قبل ما انام. فدي كان ليها ميزه وعيب، ان انت تروحي الجيم قبل ما تنامي. ميزتها ان انت جسمك بيبقى همدان خالص، فبتروحي يعني جسمك بيبقى خلاص انا عايز السرير، فده بيبقى الوقت المناسب. بس الفكره ان وقت الجيم الادرينالين بيبقى عندك عالي قوي قوي، ولما بتيجي تنامي بتحسي ان انت لسه عندك الهايبره اللي بتبقى موجوده عندك في الجيم. في وقت النوم كده يعني ان انت تروحي الجيم وبعد كده تنامي على طول، مش عارفه انا بالنسبه لي كانت ايه، كان بيبقى عندي فتره كده ارق في النوم، ان انا مش بعرف انام بسرعه، لان بيبقى خلاص ببقى عايزه احرق طاقه. فممكن لو انت تعرفي تظبطيها على 5-6 ده بيبقى معاك حلو جدا، وبرده على حسب ظروف شغلكم وحياتكم. فكنت بروح الجيم، بعد كده كنت مثلا بروح السوق اشتري الخضار. اهم عامل يا جماعه في تنظيم الاكل، احنا قلنا تنظيم الاكل او الاكل بتاعك وبيمثل 70% من نجاحك. فال70% دي اعملهم ازاي؟ اول حاجه ان انا لازم انا اللي اروح اشتري المنتجات بتاعتي، مش اي حاجه مكتوب عليها دايت في السوبر ماركت تشتروها، لان ده يعني كذب السنين، تمام؟ لان بيبقى حاطين حاجات بخدع تانية. خد الحاجات في شكلها البيور، خضار تمام بشكل بيور، البروتين في شكل بيور، يعني ما تاخدوش الحاجات البروسيسد والكاند والحاجات اللي هي محطوط عليها حاجات، يعني لما بتقروا كده بتلاقوا مواد كيميائيه او كيميكالز انت مش عارفينها فما تشتريهاش. اشتري فراخ، لحمه، سمك، تمام. كنت انا بعمل كده، بشتري خضار، جميع انواع الخضار، الورقيات بالذات الخضراء كنت بركز عليها. الخيار ده كان حبيبي، ده كان بديل الموز، لان الموز ده كان يعني اكتشفنا ان هو كارثه السنين. انا كنت في الاول ايه، الموز بقى ده بتاع الدايت، اخد موزه الصبح على موزه الظهر على موزه بالليل، وده غلط تماما. فبقى الخيار هو بديل الموز، الموز بتاعي. ورقيات كثيره جدا. الطماطم مش بحبها قد كده، بحس ان هي بتعمل لي حموضه وفرمنتيشن، لا ما حبيتهاش خالص. فكنت شويه بروح للحاجات اللي هي السولد،
الخيار كان منلي، الورقيات الخضروات الخضراء دي كانت اساسي، حته بروتين سواء سمك، يوم سمك يوم فراخ يوم لحمه، ويعني انتوا بتسلقوها يعني البروتين بيتسلق بميه ملح شويه زيت زيتون تمام، بعد كده تطلعيها يعني على الجريل كده وتديها وش هنا وش هنا وشويه ملح وشويه فلفل تمام. الطبق بتاعك يبقى شويه خضار والبروتين بتاعك وشكرا على كده. كربوهيدرات انا متابعه نظام اللو كارب، بقلل الكربوهيدرات، وده الصراحه اللي جاب معايا نتيجه حلوه جدا. ممكن حد تاني الكيتو يعني بصراحه ما عرفتش التزم بيه لانه بالنسبه لي قاسي جدا جدا، فحسيت اللو كارب اوكي يعني فليكسبل شويه معايا وانا مرتاح معاه اكتر. فخلاص الاكل المصري اللي انا متعوده عليه اللي هو طبق الرز ورغيفين عيش الصبح ورغيفين عيش بالليل والبطاطس المحمره والكلام ده ما بقاش في قاموسي. بقى بالنسبه لي طبق السلطه اهم حاجه وشويه شوربه لو اقدر اعمل شوربه صحيه، شوربه خضار كنت بحبها جدا، والبروتين فكنت خلاص اول ما باكل البروتين ما بيبقاش ليا نفسي اكل اي حاجه بعد كده. بالنسبه للحلويات كنت بعمل حلويات صحيه في البيت، عباره عن بيضه على الموند فلاور على دارك شوكليت، وبعمله كده زي مافن كيك، فكان بالنسبه لي خلاص يعني. وانتم بعد شويه هتلاقوا ان البطن بدات يعني تصغر وما عدتش بتجوعوا زي ما بتجوعوا في الاول، زي ما كنت باكل يعني موز وشوكولاته والكلام ده كنت كل شويه جعانه لان نسبه السكر عندي عاليه في الدم، في كل شويه جعانه. فدي برده من الحاجات اللي انا اتعلمتها من الدكتوره وع ان انا لازم اقلل مستوى الانسولين في جسمي او حتى يعني ما اخليهوش يطلع، وده بيحصل ان انت تمتنعي عن السكريات او اي حاجه فيها نشويات او كارب عشان بتعلي هرمون الانسولين. فطول ما الهرمون الانسولين عندك واطي بيبقى عندك مستوى الحرق اعلى. فكده التزمنا بالجيم، كده بدانا ناكل اكل صحي. طيب اعمل ايه بقى في الجزء الثالث، العيله والاصحاب والخروجات والكلام ده؟ صراحه انا كنت في الفتره دي في اول سنه كنت كوميتد جدا، كانت اللي هو في ابتدائي ما كنتش يعني بخرج بس ده يعني انا كنت مبسوطه بكده، يعني انا مش بقول لكم اعملوا كده بس بصراحه يعني مثلا انا قلت لكم فترات الجيم بتاعتي كانت مره الصبح مره بالليل، فكان في فتره كده الجيم عندي كان من الساعه 6 لغايه الساعه 8، فمعظم الخروجات ما بتبقى مع الاصحاب بتبقى في الوقت ده، احنا خارجين لا انا عندي جيم في الوقت ده. فكان عندي كوميتمنت. طبعا انتوا ممكن تروحوا الجيم الصبح وتقابلوا اصحابكم بالليل عادي، بس على حسب انا كنت بختار الخروجه على اساس هي هتفيدني في ايه. هروح اقابل صحابي في المول وهم يقعدوا ياكلوا بيتزا وبرجر قدامي وانا اضعف واسحب معاهم؟ لا. فيعني لو كان يعني خروجه فيها هدف ليا او اضافه ليا كنت بخرج. طيب تعملي ايه طيب لو انت هتخرجي مع اصحابك ومش عايزه تستسلمي لقرارات الاكل الشريره؟ اول حاجه يعني حاجات برضو من الحاجات اللي انا استفدت منها جدا، ان اول ما بصحى الصبح وانا بحضر وجبه الفطار بحضر وجبات اليوم. يعني لو بقى انا باكل مثلا حاليا وجبتين، بس قبل كده كنت باكل ثلاث وجبات، فكنت باجي على وجبه الفطار على الساعه 11 12، يعني فطاري بيبقى من 11 ل 12 عشان بعمل صيام متقطع، وده برضو من نصيحه الدكتور بيرج ودكتوره وعد. كنت يعني الفطار بتاعي بيبقى في الوقت ده، وفي الوقت ده بحضر وجبتين الغدا وبحضر العشاء تمام، بعملهم في بوكسات كده وبحطهم على جنب. طيب لو انا خارجه وقت الغدا وراح اقابل حد او وقت العشاء واقابل حد، باخد الوجبه اللي هتبقى يعني. وطبعا يا جماعه لازم تثبتوا مواعيد الوجبات بتاعتكم، لازم يكون ليها وقت، ودي حاجه مهمه جدا برده متعلمتها من دكتور وعد، ان هتلاقي ان انت بتجوعي في نفس الميعاد اللي انت كل يوم بتاكلي فيه. يعني لو بتاكلي كل يوم الساعه 11 او 12 هتلاقي على 11 10 ونص كده بداتي تجوعي، لو بتاكلي كل يوم الساعه 6 هتلاقي على 5 ونص كده بداتي تجوعي، لان هرمون الجوع بيبدا يظهر في الوقت ده وعلى حسب جسمك اتعود. طيب خلاص انا هخرج اقابل صحابي على وقت الغداء، فاعمل ايه؟ اخد اللانش بوكس بتاعتي ولازم يبقى معايا سناكس صحيه، لازم يكون معايا حاجه مملحه وحاجه مسكره، عشان لو اشتهيت الحلو يبقى معايا الحاجه الحلوه الصحيه، لو اشتهيت حادق يبقى معايا الحاجه الحادق الصحيه. ودي بصراحه يا جماعه حاجه من استفدت منها جدا، لان يعني انت مثلا لو انت مشتهيه حلو
ومعاكي مثلا المافن كيك الصحي بتاعك اللي انت عاملاه في البيت تمام، واكلتيه خلاص مش هتحتاجي ان انت تاكلي سكر، احتاجتي ان انت تاكلي حاجه مملحه. طيب عندك المكسرات او البوب كورن بالملح تمام، كلتي مش هتحتاجي، مش هتشتهي بعد ما انت اكلتي حاجه مملح، مش هتشتهي ملح تاني. فهتلاقي ان انت ملتزمه بالخطه بتاعتك بالوجبات بتاعتك اللي انت مقرراها لنفسك من بدايه اليوم وحتى بدايه الشهر او حتى بدايه السنه، فهتكوني كده ملتزمه وناجحه بخطتك وهتحسي بالنجاح والسعاده في الموضوع ده. فاهم حاجه يا جماعه، يعني مش عارفه انا خايفه اقولها بس انتوا تفهموها غلط، ما تجوعيش نفسك. مش معنى كده ان انت 24 ساعه ان انت عماله تاكلي، لا دكتور وعد قالت ان احنا بناكل وجبتين في اليوم، ده يعني لو انت عامله صيام متقطع صح تاكلي وجبتين في اليوم. انا مثلا باكل على الساعه 12 وجبه وعلى الساعه 6 وجبه تمام، وبعمل 18 ساعه صيام متقطع. ما بين وجبه الساعه 12 ووجبه الساعه 6 ما فيش اكل، يا دوبك مشروبات كده اعشاب، حاجات صحية، قهوة أو شاي أو الكلام ده كله، بس بيبقى عندي وجبة الساعة 12 ووجبة الساعة 6 بدخل فيها بروتين كتير، والبروتين بصراحة من الحاجات اللي خلت يعني عارفة لما انتوا كده بتاكلوا وجبة صح مليانة بروتين، البروتين بيقعد وقت كتير جدا عشان يتهضم، وكمان دي من 12 ل 6 دي أكتر وقت انت بتعملي فيه تبذلي فيه مجهود وبتعملي فيه اكتيفيتي. اول ما بتصحي من النوم تبقيش جعانه لغايه الساعه 12، اسبوعي كده شويه على الاكل، الساعه 12 هتكوني جوعتي هتاكلي اكل وجبه تقيله كده حلوه فيها بروتين، فيها بيض، فيها مكسرات، فيها زيتون اخضر، فيها خضروات كتير، فهتحسي ان انت بطنك اتملت كده وشبعتي. هتيجي على الساعه 3 تشربي كوبايه القهوه بتاعتك، تشربي كوبايه الشاي، تشربي اعشاب. هتيجي بقى على الساعه 6 ايه، خلاص جعانه، عملتي يعني انت فطرتي الساعه 12، خلصت شغلك، تيجي بقى على الساعه 6 جعانه، فاكل بقى حته البروتين القويه دي اللي هي زي 100 جرام كده كف ايدك، وبرده خضار، ولو يا سلام بقى شويه شوربه كده، هتحسوا كده ان انت يعني مش محتاجه تاكلي تاني، لان المفروض ان احنا ننام بدري، والنوم بدري ده برده من الحاجات اللي ساعدتني ان ابطل لا ماشى او ان انا اقعد اكل بنجنج بالليل، اللي هو اقعد ايه اكل بالليل حاجات مش صحيه. وساعات والله يا جماعه بس انا باجي على 9 بحس ان انا فعلا مثلا يعني كان جت يعني لما جيت وجبه الساعه 6 ما اكلتش كويس، ساعات ما ببقاش ليا النفس ان انا اكل الوجبه كلها، وطبعا بطني صغرت، فباجي على الساعه 9 كده بجوع بقوم جايه نايمه عشان ما ايه ما اقعدش افكر طب النهارده، لا مش النهارده، هو النهارده يعني زي كل يوم دايت ولايف ستايل صحي، فما فيش اكل بالليل، يعني ما فيش اكل بالليل خلاص، هو قرار بطني بقى تزغلل، بطني تعيط، بطني تصوت، وانا سامعه. انا بنصح بثمان ساعات لان انا بلعب رياضه والايام دي بعمل يوجا، فبالنسبه لي سترينث قوي جدا على جسمي، فليكسبيلتي عاليه جدا، بشتغل على جسمي، فعلا جسمي مرهق وتعبان جدا، فباجي على الساعه 10 ببقى خلاص في ارض الاحلام. باجي بقى سبحان الله كده على الساعه 5:30 6 لما بكون متقله في النوم، بتبقى 6:30 بصحى، اصحى كده شويه مديتيشن تامل. التنفس يا جماعه مهم جدا 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 ان انتوا تعملوا ديب بريسنج الصبح، ده مهم جدا جدا، وخلي بالكم الدهون بتتحرق بشكل يعني CO2 يعني ثاني اكسيد الكربون، فان انتوا تتنفسوا صح ده كمان هيساعدكم في فقدان الوزن والخسسان وحرق الدهون. البريس وورك ده مهم جدا الصبح والتامل، بعد كده تلعبي الرياضه بتاعتك على حسب برده جدولك، بس لو انت فعلا بتشتغلي موظفه في مكان ساعات فيكسد اور، يفضل ان انت تروحي الجيم الصبح او تلعبي الرياضه بتاعتك الصبح، لان التسويف هيخليكي ما تعمليش حاجه. طيب خلينا نجيب ورقه وقلم كده مع بعض ونكتب ايه المفروض نعمله، يعني واحده واحده كده وبشويش تمام. اول حاجه نعملها نصحى بدري، نصحى على 5:30 6 كده، نتامل شويه السماء، روحي يعني روحي بصي من الشباك، روحي بصي، انا هنا عشان ساكنه على البحر فالفيو عندي رائع، فروحي افتحي الشباك اقعدي بصي في السماء كده شويه، سبحي شويه، اقعدي اعملي تمارين تنفس، انهيل واكسهيل ديب تنفس عميق، خلي الرئه كده تتملى اكسجين وتطلع ثاني اكسيد الكربون ايه المتخزن جواها او المطروب جواها تمام. بعد كده اعملي شويه تمارين ورك وورمينج اب، تمارين تدفئه وان انت تسخني جسمك، افتحي يا ستي قناه اليوتيوب
اعملي 30 دقيقه يوجا فور بيجنر. تمام، واليوجا كفيله يا جماعه هتظبط جسمكم بشكل، بس التزموا. وانا دايما هنصحكم لو يعني هتتابعوا حد على اليوتيوب اعملوا تحديات اللي هي بتبقى 30 يوم عشان تلتزمي. يعني شوفي اعملي 30 داي يوجا تشالنج فور بيجنر او انترميديت لو انت مثلا مستواكي فوق البيجنر. تمام، عايزه بقى تروحي جيم روحي جيم، بس لو انت ما عندكيش خبره الاحسن ان انت يكون ليكي مدرب او مدربه عشان تشجعك، يعني دي حاجه حلوه قوي. طيب لو انت مثلا عايزه تروحي الجيم بس مش قادره تدفعي تكاليف كوتش مثلا، هقول لك على حاجه حلوه. شوفي حد لسه متخرج، طالبه متخرجه من تربيه رياضيه جديد، قولي لها بصي انا هديكي مرتب مثلا 300-400 جنيه هتفرح قوي عشان هي لسه متخرجه، وقولي لها انت الميشن بتاعتك ان انت تشجعيني ان اعمل تمارين كل يوم وتقولي لي ايه البرنامج بتاعي. انت طبعا مش محتاجه برنامج خطير، يعني هي هتقدر تعمل لك حاجه بسيطه كده، المهم ان هي تتابع معاكي وتزقك وتحفزك ان انت تحققي الموضوع ده. تمام، وطبعا اصحاب السوق ده تبعدي عنهم، الناس المثبطين وبتوع الجانك فود دول يعني حاولي ان انت تبعدي عنهم خالص. تمام، خلصنا الرياضه بتاعتنا، ايه روحي اعملي شغلك، روحي اعملي لو انت شغاله. تمام، بعد كده قبل ما تروحي يعني ما ترجعي بيتك روحي اعملي بقى السوق، روحي تدخلي السوق كده اشتري شويه خضار فريش، اشتري شويه لحمه فراخ سمك بروتين وخضار، وده هيبقى اساس الوجبه بتاعتنا اللي احنا نحاول نقلل الكربوهيدرات على قد ما نقدر. اكلنا هنمشي بالترتيب، اول ما نبدا الاكل نبدا بالسلطه، ولو في شوربه اشربي شوربه، شوربه خضار او شوربه فراخ او وات ايفر الشوربه اللي عندك، بس تكون شوربه صحيه. وبعد كده كل البروتين، وبعد كده مش هيبقى ليكي نفس اصلا تاكلي اي حاجه، بعد كده هيبقى ايه خلاص بطنك اتعبت وخلاص. وحاولي يعني دايما بنصحكوا على نظام الصيام المتقطع، اول وجبه ليكوا تكون على الساعه 12 وتاني وجبه تبقى على الساعه 6 وبس، تكون فيها بروتين كميه بروتين كافيه ليكوا، واتحداكم ان انتوا تجوعوا قبل كده او بعد كده. تمام، حتى لو جعتوا هتقدروا تقاوموا الجوع ويعني هتكملوا. دايما تاخدي معاكي اللانش بوكس بتاعتك او الدينر بوكس، او لو انت يعني لو انت مثلا عندك مشوار الساعه 12 وده اول وجبه ليكي خدي الاكل بتاعك وانت ماشيه. برده دايما في اي وقت انت بره لازم يكون معاكي سناكس او معاكي حاجات صحيه اكل صحي، عشان لو خلاص يعني طالبه معاكي اكل ومش قادره تمسكي نفسك هتاكلي الاكل الصحي اللي معاكي في الشنطه. اشربوا ميه كتير جدا، يعني انا دايما احد الحاجات اللي شجعتني ان انا اشرب ميه اللي انا اشتريت اللي هي الازازه اللي فيها شاريمون، هوريكم صورتها دي صراحه، لان انتوا عارفين لما بيبقى قدامكم كاسه كده فيها شاريمون انتوا لا ارادي بتقعدوا تشربوا كده من الشاريمون، فانا الازازه بالشاريمون دي بتساعدني، بحس ان هي عصير وهي ميه، بس بحس ان طول ما انا يعني بكتب بشتغل بعمل حاجه بقعد اشرب كده فيها وبنسى اصلا ان دي ميه، بس هو احساس. فازازه الميه بشاريمون دي مهمه جدا. ناموا بدري، وقبل ما تناموا في حاجه مهمه جدا وهي التحضير لليوم اللي بعده. يعني انا قبل ما انام طبعا بيبقى عندي نايت روتين، وهعمل لكم الحلقه الجايه فيديو حلو جدا، فئه فوق ال 30 تجمع، هتكلم عن العنايه بالنفس والجسم والجسد والعقل في سن ما فوق ال 30، وايه التغيرات اللي حصلت لي بعد سن ال 30، وليه قررت سن ال 30 يكون هو العشرينات بتاعتي. هعمل لكم الحلقه الجايه، فما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا جرس الاشعارات عشان ايه ما يفوتكوش اي فيديوهات انا هنزلها الايام الجايه. انا محضره لكم فيديوهات يا جماعه جميله جدا جدا، فما تنسوش تشتركوا بالقناه. تمام، المهم قبل ما ننام نحضر لليوم التاني. انا دايما بحب يكون عندي نوت بوك كده وقلم وبكتب فيه كل افكاري، وبرده من الحاجات الصبح الحلوه قوي وقت المديتيشن اعملي الكتابه، اكتبي كل الافكار اللي بتجيلك. سبحان الله اول ما بتصحي من النوم بيجيلك كده يعني وحي والهام غني، فحلو قوي تكتبي الافكار اللي بتجيلك في بدايه اليوم دي. وات ايفر انت بتفكري في ايه اكتبيها، هتحسي براحه نفسيه جدا في وقت التامل في الموضوع ده. طيب بحضر ايه قبل ما بنام؟ بحضر
لبس الجيم بتاع بكره تمام، بحطه يعني انا بالنسبه لي بحطه في الحمام. ليه؟ لان اول ما بصحى الصبح طبعا بتروح الحمام. في حاجه مهمه جدا يا جماعه اتعلمتها برده مؤخرا، التانج براشنج او غسيل اللسان، لاني بيقول يعني قريت ان في زي وايت فيلم كده بيبقى على اللسان الصبح، وده اللي بيبقى عامل ريحه وحشه ومش حلو، مغير ريحه البق يعني. ده اول ما تصحي من النوم حاولي ان انت تعملي تانج براشنج، تغسلي اسنانك او تشيلي الطبقه دي. هو في زي اله كده حديده احط لكم صورها، الناس بتستخدمها وبتنضف سنان لسانها الصبح بيه، لان الوايت فيلم ده زي ماده يعني طبقه غلاف ابيض كده بيبقى على اللسان، ده عباره عن توكسين سموم. لو بلعتيها الجسم بياخد التوكسين دي تاني، هو الجسم بيبقى بيحاول يتخلص منها. فانت بقى تطلعيه بره جسمك ازاي؟ ان انت تعملي تانج براشنج، تجيبي الاله دي. او انا ما حبيتهاش صراحه، شكلها كده بالنسبه لي ما حبيتوش، فبجيب فرشه الاسنان عادي، وعندي معجون اسنان حلو قوي من التي تري اويل، مش اللي هو يعني هو طبيعي، زيت شجره الشاي تي تري اويل، وده حلو جدا لانه كل الانجريدينت بتاعته يعني حاجات نباتيه. فبجيب المعجون فرشه الاسنان بتاعتي وباخد حته وبغسل لساني كويس جدا، وبنزل كل الحاجات اللي بتبقى على اللسان، الترسبات او الغشاء الابيض اللي بيبقى على اللسان الصبح ده مهم جدا. بعد كده ببقى حاطه هدوم الجيم في الحمام عشان خلاص ما افكرش، هحط هدومي هلبس لبس الجيم دلوقتي تمام. واول ما بلبس لبس الجيم سبحان الله انتوا بتبقوا في المود. طيب انا يعني برشح دايما لما بتلبسي لبس جيم وقت الرياضه، لو انت في البيت حاولي تلبسي يعني شورت قصير وتلبسي اللي هي السبورت برا. ليه؟ او لو انت مثلا في جيم سيدات فقط حاولي برضو ان انت تلبسي حاجه مكشوفه. ليه؟ لان وانت بتتمرني لما بتشوفي الدهون بتاعتك وتشوفي عيوب جسمك هي بتبان اكتر وانت بتعملي رياضه، فتحسي ايه ده انا عندي ده كل كميه الدهون دي كلها، فهتتشجعي اكتر ان انت تلتزمي بالرياضه. لان وانت واقفه صورك كده انت ما بتبقيش شايفه عيوب جسمك كلها، انت بتبقي عارفه ان انت دبدوبه وتخينه شويه، بس لما بتتحركي وتعملي بوزيشنات معينه بوزس معينه وقت الرياضه بتشوفي بقى الفاتس كده، بتحسيها ساجي كده وبتدلدل اكتر خاصه منطقه البطن. فا ارشح ان انتوا تلبسوا لبس مفتوح عشان ده هيشجعكم، وكمان يعني هتحسوا لما تلتزموا بالرياضه هتحسوا بعد كده ان الدهون بدات تنكمش بتقل فتنبسط، فدي كانت حاجه حلوه قوي. فاحنا دلوقتي عندنا اوبشنز سواء في الجيم او تلعبي رياضه في البيت. لو انت هتروحي الجيم مش قادره تجيبي كوتش، قلنا حلينا الموضوع ده ان انت هتشوفي حد لسه متخرج من كليه التربيه الرياضيه جديد، وبيبقى صراحه في بنات عندها كفاءه حلوه قوي جدا وشطار جدا هيشجعوكوا، وكمان بيبقى عندها الباشن والامباشن ان هي ان هي تلاقي ايه ده انا عندي كلاين، وهم يعني في السن ده مش بيهتموا بالفلوس، بقى اي حاجه هتبقى مبسوطه فيها. او تلعبي يوجا في البيت بس تتابعي مع تحدي 30 يوم وتخلصي التحدي، تبقي قد التحدي. بالنسبه للاكل لو انت خلاص بتشتغلي عدد ساعات كتيره جدا ومش قادره تطبخي وما عندكيش وقت ان انت تروحي تشتري طلبات البيت، او خبرتك مش عارفه لسه ما عندكيش خبره ان انت تعملي ده لوحدك، في شركات بتوفر يعني بتوفر اكل، انت بتقولي لها انا متبعه نظام غذائي كذا تمام، وهي بتجيب لك بتوصل لك الاكل للبيت. هو بصراحه غالي شويه، وانا دايما من الاشخاص اللي بشجع ان انت عشان تكملي في الرحله دي صح، انت لازم تعرفي تطبخي اكلك لوحدك، يعني مش اتعلمي في الاول هتعملي اكل وحش. انا كنت في الاول بعمل اكل يا جماعه بصراحه ما يتاكلش كنت باكله يعني، انا حتى بقول دلوقتي لو انا رحت مكان واتقدم لي اكل صحي طعم وحش اهون بكتير من يتقدم لي اكل جنك وطعم وحش. يعني انا اقبل ان الاكل يكون طعمه وحش لو هو هيلثي عادي، هو مش كل الاكل الهيلثي طعمه وحش يا جماعه. انا دلوقتي بعمل اكل هيلثي والله يا جماعه طعمه جميل جدا والحمد لله، بس دي خلاص بتبقى مرحله بتوصليها بعد يعني ما بيبقى عندك خبره. وانا قلت لكم انا درست كتير وبقرا كتير وبتابع حاجات كتير على اليوتيوب، دكتوره وعد ودكتور بيرج، الناس دي انا بتابعهم يعني، فانا يعني استثمرت في وقتي كتير
واخد من وقت كتير جدا عشان اعلم نفسي واثقف نفسي واتعلم ان ازاي اعمل حاجه صح، او ان انا اعمل دايت صح، او ان انا اطبخ لنفسي بشكل صح. فانت يا اما تطبخي تتعلمي في الاول، هيبقى صعب تستحملي شويه الاكل بتاعك، جربيش نفسك لغايه ما تاخدي خبره وتعرفي تطبخي اكل صحي، او تشتركي مع شركات اكل بتوصل لك الاكل لغايه البيت وجبه او وجبتين على حسب النظام بتاعك. لو انت مش شخص ما بيعرفش يلتزم بالدايت او ما عندوش الكوميتمنت بالحاجه، بيزهق بسرعه بيمل بسرعه، انصحكم ان انتوا تعملوا استشاره مع دكتور تغذيه، سواء دكتوره وعد او اي حد انتوا ترتاحوا له يعني. بس انا زي ما قلت لكم، انا يعني ارشح حد على نفس النهج بتاعها، او ان انتوا تعملوا مقابله معاها اونلاين سيشنز في 1-to-1. دي على فكره مفيده جدا، يعني انت بدل ما تقعدي ساعات كتير زي تقعدي تذاكري وتقري وتحضري والكلام ده، هي ساعه او نص ساعه او ربع ساعه 1-to-1 سيشن بتلخص لك كل الموال ده. فانت بتستثمري في وقتك وبتستثمري في فلوسك برضو لصحتك. طبعا لو حد عنده مشاكل صحيه او لخبطه في الهرمونات، فده طبعا لازم يتابع مع دكتور تغذيه او دكتور علاج. فيعني ما ينفعش مع نفسه، لان طبعا انت بتحتاجي تعملي تحاليل هرمونات او تحاليل دم بشكل بريودكلي، بشكل على فترات متواصله، كل شهرين ثلاثه او كل 6 شهور. فطبعا لازم تتابعي مع دكتور، لان في ناس بعتت لي قالت لي ممكن تقول لنا اصل احنا مش عارفين ناكل ايه وما ناكلش ايه، وعندنا نقص في فيتامين د وعندنا نقص في الحديد والكلام ده كله. يمكن من الحاجات الحلوه جدا في دكتوره وعد ان هي دايما بتخلي الاكل هو العلاج. يعني لو عندك نقص الفيتامين د تاكلي الاكل الغني بفيتامين د، وتقولي تعملي ايه عشان تعلي الفيتامين عندك، مش بشكل ادويه، لا بشكل يعني الاكل العلاجي. الاكل هو العلاج بتاعك، هو اللي هيعالج النقص ده، لان هو مصدر الفيتامينز والمينرال هي موجوده في الاكل. فهتركزي على الاكل اللي فيه نقص عندك. يعني لو انت عندك نقص في الحديد هتاكلي سبانخ كتير وهكذا. فبرضه كانت دكتور وعد اتكلمت على نقص فيتامين د، اتكلمت على نقص المغنيسيوم وتاثيره على النوم، ودي كانت من احدى واروع الحلقات اللي استفدت منها. اتكلمت على نقص كل العناصر الموجوده في الجسم، اتكلمت على ازاي تنامي كويس، اتكلمت على كل حاجه. بصراحه قناتها قناه تعليميه كامله يعني، فلازم تتفرجوا على كل فيديوهاتها. يمكن تيب كده بسيطه اتعلمتها من القنوات التانية، الناس اللي هم برضو انا يعني زي ما انتم بتتفرجوا على حد خس، انا برضو بقعد اتفرج على ناس خست. ممكن تفتحوا على اليوتيوب وتتابعوا الناس اللي هي كان بيفور اند افتر ازاي خسوا. ده برضو بيديكم موتيفيشن جامد جدا يا جماعه، ان انتوا بتشوفوا بيفور اند افتر بتحسوا ان انا لا اي كان دو، مفيش حاجه مستحيله. بتلاقي بطنها كانت قد كده وبعد كده بقت عندها 6 باكس ازاي. انا مش عارفه، انا متابعه بصراحه شويه بنات بس هم كلهم كوريين، يعني بصوا يعني كانوا ايه وبقوا يعني كانوا في ايه وبقوا في ايه. يعني بصراحه كان البنت يعني كان عندها نسبه دهون كتيره، يعني بطنها كده زي عوامه، بعد كده بقت 6 باكس ازاي. فده بيديني موتيفيشن ان هو لا انا ممكن ابقى زيهم واوصل واعمل 6 باكس زيهم. لان انا عندي دهون البطن من الدهون العنيده جدا، ودي اكتر يعني اخر حاجه انا عايزه، يعني دي اخر حاجه بتنزل، ودي الحاجه اللي انا شغاله عليها الايام دي، ان انا امحي دهون البطن واشد عضلات البطن، يبقى الكور عندي فيه قوه. وده بعمله باليوجا. اليوجا بتدي سترينث قوي جدا جدا للكور، لان احنا بنعمل يعني بوزز معينه كده. بصراحه انا بحس ان بطني بترجف في وقت البوز. فمن ضمن الحاجات اللي انا اتعلمتها من البنات الكوريات دي، اول حاجه لازم تاكلي بالراحه جدا، تمام. الطبق بتاعك يبقى واسع وكبير كده، وفيه البروتين والخضار والشوربه، وما تاكليش يعني ما تروحيش تغرفي تاني، تمام، عشان تبقي شايفه ايه الاكل اللي انت هتاكليه. وقلنا طبعا ان احنا بنحضر الاكل بتاعنا من الصبح وبتعملوه في لانش بوكس كده، وبعد كده بتفضوا البوكس دي في الطبق وبترتبوا اكلكم، سواء هتسخنوه تاني او كده. وكل معلقه لما كل ما بتيجي تاكلي معلقه اكل بتسيبي المعلقه، تقعدي تمضغي كده شويه، تمام. خلصتي وبلعتي، مضغتي كويس جدا وبلعتي، خدي المعلقه، امسكي المعلقه تاني، خدي شويه اكل حطي في بقك وسيبي المعلقه وامضغي. وانت بتاكلي ما تتفرجيش على التلفزيون، ما تفتحيش الموبايل، ما تتابعيش المسلسل، ركزي في طبقك، ركزي في كل قطمه اكل.
حاولي الاكل، يعني هي حاجه ممكن تكون مقرفه شويه، بس انا مثلا لما باكل بحاول ان انا الاكل كله امرره في كل بقي، عشان كل خلايا الاكل بتاعتي سوري خلايا التذوق بتاعتي تستمتع بالاكل سواء مالح او مسكر. يعني بحس كده ان انا يعني هي ما هي لذه الاكل كلها ايه يا جماعه؟ هي في البق. اول ما بتبقي خلاص اللذه راحت، فبدل ما تقعدي تاخدي 10 لذات ممكن تاخدي لذتين ثلاثه، ان انت تحطي الاكل في بقك وتستمتعي بيه. اللذه هتطول، بدل ما هي اللذه مدتها سنه ثانيه ثانيتين، لا خليها 10 ثواني اقعد امضغ كده عشان استمتع بالاكل، ويبقى بدل ما اقعد اكل 15 معلقه يبقوا 5 معالق وهكذا. اخر حاجه هنصح بيها وهي الفيجن بورد. طبعا احنا عايشين حياتنا بهدف، احنا مش عايشين حياتنا كده اي حاجه والسلام، بنصحى في اي ميعاد، بناكل في اي وقت، بننام متاخر بنصحى متاخر، لا لازم يكون عندك هدف في الحياه، ودي دايما بكلمكم عليها في حلقاتي، لازم يكون عندك هدف في الحياه تمام، وتحققي اهدافك. من ضمن اهدافك ان انت توصلي للجسم المثالي بتاعك، لازم تكون ليكي فيجن بورد. واحده صاحبتي كانت لذيذه جدا، كانت عامله فيجن بورد ليها، ودي اللي خلتني اعمل فيجن بورد صراحه. هي كانت اختوخه وراحه جايبه يا جماعه صوره لموديل، حرفيا موديل اسمها تحفه، واخده صاحبتي واخده وشها وحطها على صوره الموديل بتاعها ده. العقل لما بيشوف الصوره دي وتقتنع ان انت جسمك ممكن يبقى زي الموديل دي، العقل بيبدا ياخد خطواته اللي يحضرك للمرحله دي. يعني بدل ما انت بقى بتعملي استراجلك بتصرعي جوع بطنك وعقلك وقلبك، لا العقل طبعا هو المتحكم في الجسم كله، يعني عقلك ولا قلبك، لا هو عقلك اللي بيمشي الدنيا تمام. فالعقل بيعمل بريبريشن للجسم، بيقرا الصوره ان ده اوردر، اوكي الجسم ده لازم يبقى شبه الجسم ده، فهتلاقوا جسمكم سوري عقلكم بيساعدكم ان انتوا تحققوا هدفكم للوصول للجسم المثالي. دي حاجه مهمه جدا ان انتوا يكون عندكم فيجن بورد، والفيجن بورد دي تكون شامله كل حياتكم، سواء صحه سواء جمال سواء عنايه بالنفس سواء عنايه بالعقل سواء نجاح سواء بزنس سواء عيله سواء فارس احلام. وانا اتكلمت في احد حلقاتي اتعلمت ايه من سوزي الزخار وازاي اتجوزت اجنبي، هحط لكم لينك الحلقه فوق، واتعلمت ايه من دكتور كريم علي ومعسكر هارموني هوملاند والعوده للطبيعه، وان انا دلوقتي عايشه في الطبيعه والطبيعه اثرت عليا كتير جدا غيرت من تفكيري، هحط لكم اللينك دلوقتي فوق تتفرجوا عليه. واتكلمت ازاي عن بسافر مده طويله وازاي بجيب فلوس وازاي بحوش وازاي الكلام ده في الفيديو اللي فوق دلوقتي. اتمنى ان انتوا تعملوا اشتراك بالقناه لو انتوا حبيتوا الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، يا ريت تكتبوا لي في الكومنت استفدتوا من ايه وانتوا ناويين تعملوا ايه، وايه خطتكم الايام الجايه، ناويين تجيبوا الورقه والقلم وتكتبوا الخطوات وتعملوها سيمبل ازات، ولا انتوا ناويين تعيشوا حياه هاف هازارد كده فوق وتحت وبدون روتين؟ الروتين حلو يا جماعه والعادات الصحيه حلوه، لازم تعملوها ولازم تتبعوها. اتمنى الفيديو النهارده يكون مفيد بالنسبه لكم، ما تنسوش تشتركوا بقناتي، ولو حابين تعرفوا اكتر عني وعن اللايف ستايل بتاعي، وزي ما قلت لكم انا بنزل فيديوهين كل اسبوع، واحد يوم الاثنين ده بيبقى كلام دردشه بنات زي اللي انا بتكلم فيه، وواحد يوم الجمعه بيبقى عن الترافل واللايف ستايل بتاعي. وانا حاليا عايشه على الجزيره، لو انتوا حابين تتفرجوا على صوري وانا عايشه على الجزيره والروتين بتاعي انا وزوجي ادي، ادخلوا على الانستجرام بتاعي واعملوا لي فولو، وهتلاقوا برده اللينكات موجوده في الديسكريبشن بوكس تحت. اشوفكم فيديو جديد، باي باي.